السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوف معكم منهجية كتابة مقالي في مادة التاريخ. هنا كيف تشوفوا هذا هو هذا امتحان وطني موحد للدورة العادية 2016 شعبة الأدب والعلوم الإنسانية مسلك العلوم الإنسانية. هنا بالنسبة هنا موضوع أول، كيف دائما في الامتحان غتلقاو في التاريخ موضوع أول وموضوع ثاني. غنشوفوا نخدموا هذا الموضوع الأول، يعني غنشوفوا عناصر الإجابة كيف حطها يعني المندوبية الجهوية الأساتذة اللي كيعتمدوها في التصحيح، يعني ما كاينش اللي غيقول لكم شي حاجه اخرى كاينه في المقالي، يعني يمكن ليها تكون في المقالي من غير هذا الشيء اللي غنقول لكم دابا، حيت هذا الشيء بناء على الاكاديميات ماشي جايبه من عندي. هنا اولا هنا الموضوع غنشوفوه، خلفت الحرب العالميه الثانيه نتائج سياسيه مهدت لبروز نظام القطبيه الثنائيه الذي تأرجحت فيه العلاقات الدوليه بين الحرب البارده والتعايش السلمي. هنا غنشوفوا ان من النتائج، هنا قلنا النتائج خلفت، يعني هنا نتائج ديال الحرب العالميه الثانيه، النتائج ديالها شنو هي؟ بروز نظام القطبيه الثنائيه، يعني هذا عرفوا واحد التذبذب في يعني في بين العلاقات الدوليه في الفتره ديال بين الحرب البارده والتعايش السلمي. هنا قالنا شنو هما الاسئله، هما الاسئله اللي غنجاوبوا اليوم. النتائج السياسية للحرب العالمية الثانية وظروف بروز نظام القطبية الثنائية. هنا كاينين جوج لهنا يعني جوج الحوايج خاصكم تجبدوهم، النتائج السياسية للحرب العالمية الثانية وشنا هي الظروف اللي أدت إلى بروز هذيك النظام ديال القطبية الثنائية. السؤال الثاني، مظاهر الحرب الباردة الأولى وأزماتها. حيت الحرب الباردة الأولى عندها الأزمات ديالها، والحرب الباردة الثانية كذلك عندها أزمات ديالها، وكذلك مرحلة التعايش هي فيها أزمات. مظاهر التعايش السلمي والأزمات التي تخللت، يعني التعايش السلمي توا فيه واحد مجموعة ديال الأزمات، توا ما قال لكم تذكروهم، مظاهر جبدوا شنو هما المظاهر بعدا، يعني كل سؤال هنا فيه شقين، ردوا البال. ومظاهر الحرب الباردة الثانية، ها هما تاني هنايا عطاونا سؤال، هنا بحال هذا السؤال هذا فيه ثلاثة، فيه مظاهر التعايش السلمي، فيه الأزمات التي تخللت، وفيه مظاهر الحرب الباردة الثانية. هنا كيف كتشوفوا هذا الموضوع هذا؟ هذه في حد ذاتها اللي عندكم هنا جوج سطور، هذه راه مقدمة ولكن ضروري خاصكم ديروا فيها شي حويجات، يعني غتحاولوا تاخذوا هاد السطرونس اللي حاطين لكم تعاودوا صيغوه بطريقتكم، ياك؟ مثلا من نتائج الحرب العالميه الثانيه بروز نظام القطبيه الثنائيه او بروز قطبين اللي هما القطب الشرقي والقطب الغربي، القطب الشرقي برئاسه الاتحاد السوفيتي والقطب الغربي برئاسه الولايات المتحده الامريكيه. عندكم بزاف ما يتقال في هاد المقدمه، تاخذوا هاد المقدمه الا كنتو فاهمين هاد الدروس هادو غتعرفوا ديروا المقدمه. دابا غنشوف معكم شنو عناصر الاجابه اللي خاصها تكون في هاد المقدمه حد ذاتها. عندكم تاريخ، خاصكم تاريخ، خاصكم يعني واحد الفتره زمنيه، خاصكم ديروا واحد المكان ديال هاد الامور هذه فين وقعات. انا غنشوف معكم دابا، غنشوف معكم عناصر الاجابه. هذا موضوع ثاني، يعني كيهضر على حركه الاستقلاليه بكل الجزائر وتونس، يعني هاد المواضيع ما عندكمش هاد السنه هادي، ما عندكمش، ما حطوا لكمش هاد المواضيع هادي في الوطني، عطاوكم المهم انا درت معكم هاد تاريخ العالم، هادو هنا هاد الدروس كاينين في تاريخ العالم. غنشوف معكم دابا عناصر الاجابه. اول خطوه في الاجابه على المقالي هي المقدمه، يعني المقدمه المناسبه عليها نقطه، هاد المقدمه عليها نقطه. كنأطروا الموضوع زمنيا، كنقولوا القرن فاش كان، مجاليا المكان اوروبا مثلا، والموضوع ديالها، ونطرحوا الاسئله. كديروا نقطه وكترجعوا تجاوبوا على الموضوع. عندنا واحد نص نقطه هي ديال التصميم المناسب، يعني ارت تحليلي من فقرات تجيب فيها على الاسئله المطروحه، يعني هذاك المقال ديالكم ما ديروش موضوع، يعني السؤال الاول تديروا نقطه وكتلصقوا فيه السؤال الثاني، لا كديروا نقطه وكترجعوا للسطر وكتجاوبوا على السؤال الثاني، ما ديروش فقره واحده، ديروا كل سؤال، يعني كل سؤال عليه فقره بوحدو، كديروا نقطه وكترجعوا تجاوبوا على السؤال الاخر. المهم هذه
اصححت بزاف المواضيع فيهم، داروا تلامد فقره واحده، موضوع داروه واحد، مي المقال في الجغرافيا راه ماشي ماشي كيتكتبش هكذاك، كيتكتب عباره عن فقرات. والخاتمه هي داك استخلاص عام، كتكون في واحد السطر الخاتمه لا غير، السطر كديري فيه واحد استخلاص عام، واحد يعني كتحاولوا وتحاولوا تفتحوا هذاك الموضوع على امتدادات تاريخيه لاحقه. بالنسبه لهذا المستوى الثاني او الجانب المعرفي عليه 7 نقاط، هذيك 7 نقاط موزعه حسب هذوك الاسئله. بحال السؤال الاول كيف شفنا فيه جوج الحوايج خاصكم تجاوبوا عليهم، هذوك جوج الحوايج كل حاجه عليها نقطه، عليها جوج نقاط كيف كتشوفوا هنايا. الفقره الاولى اشنو بيكون فيها؟ النتائج السياسيه وظروف بروز نظام القطب، يعني نقطه هنا ونقطه هنا. بالنسبه للفقره الثانيه مظاهر الحرب البارده وازماتها، هذه عليها نقطه وهذه عليها نقطه، كيف كتشوفوا هي جوج نقاط. الفقره الثالثه فيها ثلاثه الحوايج خاصنا نجاوبوا عليهم، مظاهر التعايش السلمي والازمات، هالمظاهر هالازمات نقطه نقطه، ومظاهر الحرب البارده الثانيه تاعي على نقطه، المجموع 3 نقاط. بالنسبه للمستوى الثاني هو الجانب المعرفي، هنا هام جدا، ينبغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر الأساسية دون التقيد بجزئيات. الفقرة الأولى حيت قلنا كاينين 3 أسئلة يعني 3 فقرات. الفقرة الأولى ينتظر من المترشح أن يبرز النتائج السياسية للحرب العالمية الثانية وظروف بروز نظام القطبية الثنائية بما يفيد، يعني احنا عطوكم هاد العناصر اللي عطوهم هما ديال الإجابة، خاصهم تاهم يتوفروا عندكم في الورقه ديالكم. مثلا النتائج السياسيه، تغير الخريطه السياسيه لاوروبا، تاسيس هيئه الامم المتحده، بروز قوتين عظميين متنافستين، تصاعد حركات التحرر في العالم. كذلك ظروف بروز هذا النظام القطبي، يعني الشق الثاني من السؤال، هي سياسه المد الشيوعي من الجانب السوفيتي وسياسة احتواء هذا المد من الجانب الأمريكي بواسطة مشروع مارشال، وبالتالي بروز كتلتين غربية وأخرى شرقية. يعني هاد الأمور هادي انتم راه غتضيفوا، ما تختفيوش غير بهاد الشيء، هذا غتضيفوا وغديروا فقرات، يعني غديروا فقرة مترابطة، ما غديروش ديتي غير بحال هكا، غير هما عناصر الإجابة عطاهم الأساتذة باش خاصهم يلقاوهم متوفرين في الإجابات. بالنسبة للفقرة الثانية، ينتظر من المترشح للمترشح أن يبرز بما يفيد مظاهر الحرب الباردة الأولى، مثلا تكوين الأحلاف العسكرية، منظمات اقتصادية متعارضة، مؤسسات الدعاية والحرب الإعلامية، سياسة الاستقطاب تجاه البلدان الحديثة العهد بالاستقلال. كذلك أزمات اللي تخلات هذه الحرب الباردة، يعني الشق الثاني من السؤال، أزمة برلين الأولى والأزمة الكورية، هادو اللي خاصكم تهضروا، اللي خاصكم يعني تهضروا على هذه الأزمات، هادو بجوجهم، أزمة برلين الأولى وتشرحوها كل السنة فاش كانت وأشنو كان فيها، أزمة الكورية كذلك السنة فاش كانت و يعني شنو كان فيها الأحداث اللي كانوا فيها، يعني باش تميزات. في الفقرة الثالثة، الفقرة الثالثة عندنا مظاهر التعايش السلمي والأزمات التي تخللته. المظاهر شنو هي؟ هي فكرة التنافس دون استعمال القوة في المجال الاقتصادي، غزو الفضاء والبحث العلمي، المنافسات الرياضية، التفاهم في موضوع الحد من التسلح النووي. بالنسبة للأزمات اللي كانت في مرحلة التعايش، أزمة برلين الثانية، الأزمة الكوبية، ربيع براغ، أزمة البترول، وحرب الفيتنام. بالنسبة لمظاهر الحرب الباردة الثانية، هو التدخل السوفيتي الكوبي في العديد من المناطق بإفريقيا وآسيا، الدعم الأمريكي لباكستان، تسارع السباق نحو التسلح، وإطلاق برنامج حرب النجوم من الجانب الأمريكي، واستعمال السياسي لحق الفيتو من الجانبين. هادو غتقول الفقره، هادو هما الاجابه على الاسئله، كيفاش غتكون الاجابه ديال الاسئله ديالكم، مي على شكل فقره مترابطه، يعني بادوات ربط تكون منطقيه وتكون سليمه، وتحاولوا عفاكم تحيدوا هذيك وا 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 وا, وا. راه كيكون الاسلوب ركيك بها، حاولوا قلبوا على وسائل ربط جديده، وسائل ربط راها كثيره كثيره بزاف. انا راه حاطه واحد الورقه في المنتدى في القناه فيها جميع وسائل الربط بالعربيه وبالفرنسيه وبالانجليزيه، يعني يمكن لكم تستافدوا منها، رجعوا للمنتدى وغتلقاو هذيك الورقه وتستافدوا منها. بالنسبه لواحد نقطه اخرى، هذه النقطه اخرى كتكون على المستوى الجانب الشكلي،
حين شفنا الجانب المنهجي عليه جوج نقاط، والجانب المعرفي عليه 7 نقاط، والجانب الشكلي عليه نقطة. هي لغة سليمة من الأخطاء، وخط واضح ومقروء، وشكل مقبول في تقديم المنتوج. يعني الخط واضح ضروري، واللغة تكون سليمة من الأخطاء، يعني تكونوا كتكتبوا بواحد اللغة اللي هي مفهومة واضحة. هادو هما عناصر الأجوبة اللي يمكن لكم تكتبوا بهم المقالي، يعني الطريقة كيفاش يمكن لكم تكتبوا المقالي. وكنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو، والسلام عليكم.